لرئيس الجمهورية في ندوة باريس حول ليبيا، الوزير الأول يستقبل من قبل الرئيس الفرنسي ويجدد موقف الجزائر الثابت للحل السياسي للأزمة الليبية. ساهل يجدد من مالي التزام الجزائر بالاستمرار في مرافقة الأطراف المالية لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، واللجنة الاستراتيجية بين البلدين تبحث أفاق الشراكة والتعاون البيني. الفريق أحمد جايد صلاح يؤكد من تمن راس على تطوير المنظومة التكوينية لأشبال الأمة بالمرافقة والاهتمام. المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران تتمكن من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران تقدر ب 701 كيلوغرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال ندوة دولية حول ليبيا بباريس، استقبل أمس الوزير الأول أحمد أويحيى من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي. الوزير الأول أحمد أويحيى أكد أنه جاء حاملا رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي، مبرزا جودة العلاقات الثنائية بين البلدين. كنت حامل رسالة شفوية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسالة تؤكد مرة أخرى حرص فخامته على ترقية العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي، وكذلك رسالة الاعتزاز بالمستوى اللي وصل له التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة، سواء في الملف المتعلق بالذاكرة، سواء بالملفات المتعلقة بالتعاون، منها على سبيل المثال مشروع تأسيس صندوق اقتصادي أو صندوق استثمار مشترك. وعدنا كذلك لقاء عن قريب في شهر جويلية للهيئة التي تتابع الملفات الاقتصادية الكوميفا. فمن هذا الجانب الحمد لله عبرت باسم سيادة رئيس الجمهورية على ارتياح الجزائر، ولقيت نفس الارتياح من الطرف الفرنسي المعبر عليه من طرف الرئيس ماكرون، واستعداد كذلك للعمل بنفس الوتيرة لكي نصل دائما ونبقى أولا وثم نرقي العلاقات الثنائية في مستوى الامتياز التي وصلت إليها منذ بعض السنوات. كانت كذلك فرصة للتطرق لبعض القضايا الجهوية في جهتنا المالي ليبيا اللي هي موضوع ندوة اليوم في باريس، وهنا كذلك كانت يعني إرادة مشتركة. بطبيعة الحال كل طرف له طرق عمله، المبادئ الجزائرية فيما يخص عدم خروج قوانا المسلحة خارج الحدود، هذا ما يمنعش التعاون ما بين الهيئات الدفاع الوطني ومصالح الأمن، لأن في آخر المطاف الأهداف مشتركة على الأقل في نقطتين، البقاء المالي وعلى ليبيا. أولا استرجاع الأمن والاستقرار في كلا البلدين، في نفس الوقت نحارب كذلك الشرير الإرهاب اللي انتشر في هذه المنطقة. فكان اللقاء يعني الحمد لله إيجابي، وسأنقل أجوبة رئيس الفرنسي لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا وقد اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في ندوة دولية حول ليبيا والمنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة بباريس، والتي شارك فيها الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اتفقت على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر القادم وفق بيان مشترك دوج الاجتماع. وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل. وذكر البيان الختامي أن الأطراف الليبية تلتزم بالموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات
كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة، وأن تتفق الأطراف الليبية على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة. هذا وجدد الوزير الأول أحمد أويحيى موقف الجزائر الثابت والداعم للحل السياسي للأزمة الليبية. فيما يخص الندوة الليبية، ندوة باريس حول ليبيا كانت كذلك نعتبر احنا في الجزائر، وهذه النظرة اللي كانت لسيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللي كلفني نجي نمثله في هذا الحدث، اعتبرناها انها فرصة إضافية في مسار الجهود الدبلوماسية لترقية حل سياسي وسلمي في ليبيا، والحمد لله توجت على الأقل وشاهد الإعلام وشاهد العالم من خلال الدول الموجودة في هذه الندوة أن أول مرة التقت أربع سلطات ليبية عندها بعض نقاط الافتراق تلاقات في هذه الندوة، وأول مرة كذلك اتفقت الأطراف هذه بحضور المجتمع الدولي على ليس فقط الذهاب للانتخابات والأمر اللي كان يعني متفق عليه كمبدأ بتحضير شروطه، لكن اتفقوا كذلك على رزنما وعلى طرق، وإن شاء الله احنا نبقاو كجيران نأيده، ونجاح الشعب الليبي بعودة السلم والاستقرار، نجاح الشعب الجزائري لعودة الاستقرار في المنطقة، وإن شاء الله انطلاق التعاون ما بين الجزائر وليبيا. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من قبل الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، الذي أشاد بجهود الجزائر المتواصلة من أجل إعادة الأمن في مالي، مثنيا على العلاقات الثنائية والأفاق الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين. بدورها هكذا مساهل مواصلة الجزائر دعمها ومرافقتها للأشقاء الماليين حتى عودة الأمن بها وبناء مؤسسات الدولة المالية. هذا ونعقدت بباماكو الدورة 13 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع نظيره المالي تيمانوبر كوليبا، حيث أكد الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة قصد تعزيز وتنويع التعاون الثنائي، مثمنين التقدم المسجل في مجال تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. مبعوثة التلفزيون ليديا بالبحري. جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل دعم الجزائر وإرادتها القوية لمرافقة مالي في استرجاع أمنها واستقرارها بصفة كاملة، خاصة وأن البلدين تجمعهما نفس التحديات الأمنية. Nous avons donc un socle commun qui fait que cette relation ne peut être que forte. Dans la stabilité, le Mali est la profondeur stratégique de l'Algérie, l'Algérie est la profondeur stratégique du Mali. Donc il est évident que ce genre de rencontre, quand nos deux chefs d'État ont eu la sagesse lors de la visite du président en 2015, de mettre sur pied ce comité stratégique, ils ont vu très loin ce que nous pouvons construire ensemble pour le bien-être de nos deux peuples. مالي ومن خلال وزير خارجيتها أشادت وبقوة بالدور المحوري الذي لعبته الجزائر في إطار المسار الذي باشر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. Notre coopération, à côté de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, doit continuer de se renforcer, de s'approfondir. Nous devons donner beaucoup plus d'ampleur à certaines actions. Et lors du 12e comité bilatéral stratégique, certaines décisions ont été prises. Pour cette 13e session que nous allons ouvrir ici ce matin, il conviendra de faire le point de la mise en œuvre des décisions et des actions que nous avions décidées lors de la session précédente, en ayant à l'esprit ce que les deux chefs d'État nous ont indiqué. ارتقاء للإرادة السياسية لقائدي البلدين، مجالات تعاون عديدة طرحت خلال هذه الدورة، أهمها مجال التعليم والتكوين والاستثمار.
هي دورة تقييمية بالدرجة الأولى، خاصة وأن الجزائر تسعى جاهدة لدعم مالي لتجاوز الأزمة الأمنية والاقتصادية. من العاصمة المالية باماكو، ليديا بالبحري. هذا وسمحت دورة 13 للجنة الاستراتيجية الثنائية بتقييم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر والعلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر ومالي. Nous avons eu une séance absolument riche et très intéressante. En ayant fait d'abord le point sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, vous savez que c'est l'Algérie qui préside le comité de suivi de l'accord et beaucoup de progrès sur le plan de la mise en œuvre politique et des aspects institutionnels. Et nous avons constaté quelque chose qui est absolument crucial, c'est que la confiance se renforce de plus en plus entre les acteurs. Et les belligérances sont désormais derrière nous et j'espère que cela va se renforcer. Les Maliens ne se battent plus entre eux. Nous avons un ennemi commun qui reste le terrorisme. Et en mettant en œuvre l'accord de manière efficiente, nous pouvons venir arriver à bout du terrorisme. Donc le point de situation sur la mise en œuvre de l'accord nous emplit d'espoir. Et nous avons tenu à remercier la partie algérienne pour le rôle qu'elle a joué depuis le début. Donc, au total, nous pouvons dire que par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a de vrais progrès. Nous avons fait le point aussi sur la coopération bilatérale. Et je dois vous dire que nous avons constaté que par rapport à la 12e session, nous avons accompli beaucoup de progrès. Nous venons même d'ouvrir des chantiers nouveaux sur le plan économique, sur le plan des télécoms, sur le plan de la modernisation de l'état civil, du casier judiciaire. Nous avons défini un calendrier de travail qui va nous conduire jusqu'à la fin du mois de juin afin de faire le point de situation sur un certain nombre de dossiers. Non seulement nous avons beaucoup travaillé depuis la 12e session, mais nous venons d'établir une nouvelle liste des tâches qui nous permettront, comme je l'ai dit tantôt, de donner plus d'ampleur à notre coopération bilatérale. أثناء هذه الدورة 13 للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية والتي نشأت من قرار من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، سمحتنا التقييم أولا لتنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة التي نشأ في الجزائر وبرم هنا في باماكو. تقييم يعني كان عرض لرئيس لجنة المتابعة، واليوم نقدر نقول اللي دخلنا في ولا يعني في فترة جديدة في تنفيذ هذا الاتفاق، وهذا كانت من البداية كانت يعني الجزائر تركز على ملكية الماليين لتنفيذ هذا القرار. وأمس قدم الأطراف التي وقعت هذا القرار مقترحات جد وهمة بالنسبة لتنفيذ هذا القرار، وهذا كما قلت يعني خطوة جد إيجابية، فلا بد أن نركز على هذا المكسب اللي هو أولا الثقة رجعت ما بين الأطراف المالية، وثانيا يعني الملكية المسار ولا ملكية الحل السياسي ليعود قبل كل شيء للماليين. هذا فيما خص كما تفضل الوزير فيما خص يعني تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في مالي. فيما خص التعاون الجزائري المالي، قمنا بتقييم شامل لهذا التعاون سواء يعني في الميدان الأمني أو في الميدان السياسي أو في الميدان الاقتصادي أو في الميدان الثقافي أو في الميدان يعني التجاري. قمنا بتقييم شامل ونقدر نقول فيه كذلك يعني قفزة نوعية في هذا المجال. فيما خص الميدان السياسي، التشاور دائم ما بين البلدين سواء حول القضايا التي تهمنا بالنسبة للجوار أو في المحافل الدولية.
لو نعطي يعني ربما تقييم حول ما جاء في ورقة الطريق الذي اتفق عليها السنة المنصرمة، أنا أقول أن طبقنا تقريبا كل ما جاء في هذا ورقة الطريق. خصص الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية السادسة رفقة لواء مفتاح صواب قائد الناحية لتفقد بعض وحدات ومؤسسات موقع تمن راست. البداية كانت من مدرسة أشبال الأمة. موني أحمد حراش. السيد الفريق وبعد استماعه للعرض الشامل حول المدرسة وزيارته لمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية التقى مع إطارات المدرسة وأساتذتها وأشبالها، حيث تبادل معهم الحديث مطولا حول مختلف الجوانب خاصة منها البيداغوجية، قبل أن يلقي كلمة توجيهية ذكر فيها بالحرص الشديد الذي أبدته وتبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تجاه إحاطة منظومتنا التكوينية بكافة مؤسساتها ومستوياتها التعليمية بما تستحقه من رعاية، بما في ذلك مدارس أشبال الأمة. تلكم هي مرامي التعليمية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني أهمية قصوى ويحيطها برعايته سامية، وتمنحها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل عناية والاهتمام. هو ما أسهم يقينا في تحقيق نتائج دراسية مبهرة وشكل لابنة إضافية نعلي بها بناء قوتنا المسلحة التي يمثل العنصر البشري النخبوي حاصر زاويتها. فإن أشبال الأمة اليوم في عهد الجزائر المستقلة يمثلون رفقة كافة الشباب الجزائري المخلص مستقبل وطننا وأمتنا، وإننا نرى فيهم هم أيضا رافد مستقبلي واعد من الروافد التي تتغذى وتتزود منها صفوف الجيش الوطني الشعبي سيري جيش تحرير الوطن. أشبال الأمة بمدرسة تمن راست عبروا بدورهم عن فخرهم واعتزازهم بالانتساب إلى هذا الصرح التعليمي، مؤكدين أن شغلهم الأساسي هو التحصيل العلمي في أعلى درجاته حتى يكونوا بالفعل جديرين بتحمل المهام التي ستوكل إليهم مستقبلاً. كما أوردنا في عناوين النشرة في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر معلومات تمكنت ظهيرة أمس المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران الناحية العسكرية الثانية بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران تقدر ب 701 كيلوغرام كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أمريكا اللاتينية. البحث عن كميات أخرى لا يزال متواصلا. هذه النتيجة جاءت بفضل اليقظة العالية لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي وحرصها على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتراب الوطنية. في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت القوات البحرية المتمثلة في المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران بإقليم الناحية العسكرية الثانية من إحباط محاولة إدخال حاوية تحتوي على مادة الكوكايين بوزن 701 كيلوغرام على متن الباخرة التجارية الحاملة للراية الليبيرية إلى ميناء وهران. تربويا، تتواصل لليوم الثاني على التوالي امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن، حيث امتحن المترشحون في الفترة الصباحية في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، فيما خصصت الفترة المسائية لامتحان مادة التاريخ والجغرافيا.
في أجواء رمضانية إيمانية تتواصل سلسلة الدروس المحمدية بالزاوية البلقادية بالعاصمة، حيث قدم الدكتور محمد صبحي حسن العيدي مداخلة حول العلاقة بين القواعد الأصولية وعلم الكلام وأثرها على الاستنباط والفقه الإسلامي. منصور صباح. من المملكة الهاشمية الأردنية حل الدكتور محمد صبحي العايدي ضيفا على كرسي الدروس المحمدية بمحاضرة حول العلاقة بين القواعد الأصولية وعلم الكلام وأثرها على الاستنباط والفقه الإسلامي في محور مصادر التشريع الإسلامي. اخترت أن يكون في الموائمة والمزاوجة بين علم الكلام وبين أصول الفقه لإثبات أن الدين هو عبارة عن علم واحد وحقيقة واحدة كلها تنفذ على بعضها البعض، ولا يوجد فصل حقيقي بين العلوم إلا من حيث التطبيق النظري من أجل أن يسهل على الطالب الدراسة. وأما في الحقيقة فالعلم كله واحد، لأن الحقيقة واحدة ومنبع هذه الحقيقة وهو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشائخ والمشاركون في هذه الدروس المحمدية أثنوا على هذه المبادرة العلمية والسنة الحميدة التي تنظم خلال الشهر الفضيل. ولقد قام الإمام الشيخ محمد عبد اللطيف بخطوة عظيمة لرفع صرح من صروح العلم والمعرفة والتصوف، فإن العالم الإسلامي اليوم أحوج ما يكون إلى هذه الخطوة. هي أجواء إيمانية وعلمية في كنف الدروس المحمدية التي نزلت لأول مرة بالعاصمة. ونبقى في كنف الأجواء الروحانية الرمضانية، حيث تميز البرايم الثاني من مسابقة حادي الأرواح بجو تنافسي مميز صنعته الأصوات الراقية في مدح خير الأنام. عبد الوهاب أفتيسة. بالكلمة الهادفة واللحن الجميل والصوت الهذب مدحا في خير الأنام، هي الصورة التي رسمها المتنافسون في البرايم الثاني لمنشد حادي الأرواح في طبعتها الرابعة. حادي الأرواح هو حلم أي منشد، أنه يدخل المدرسة ويتكون فيها ويتعلم فيها، والحمد لله نتحقق لهذا الحلم. يدخل برنامج حادي الأرواح يتعلم عدة أشياء من أساتذة كبار، أيضا يتعلم كيفية الظهور على شاشة التلفاز. شباب جاءوا من مختلف ولايات الوطن التقوا في المدرسة، فكانت تجربة مليئة بالذكريات والتنافس للظفر بتاج منشدي حادي الأرواح. كوننا عائلة ثانية وقدرنا أننا نمزج من كل ولايات من كل ربع الوطن، ورانا نسيروا في اليوم بعد اليوم يوم بعد يوم، رانا مكونين صداقة كبيرة جدا مع المتنافسين. رانا في جو عائلي ثاني، كما نقولوا احنا عائلة ثانية، الحمد لله ما يخصنا والو، رانا فرحانين زاهين في بعضنا. البرنامج يتميز بجو من التنافس والإبداع بين المنشدين، وهو ما يعكس تنوع الموروث الثقافي الجزائري. في جو مهيب وري أثر أمس بمقبرة جريدي بالعاصمة جثمان الفقيد محمد صلاح المعلق الرياضي بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، الذي غيبه الموت عنا أمس الأول عن عمر ناهز 82 عاما. الجنازة حضرها وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب وشخصيات ورفقاء الفقيد وجمع غفير من المواطنين. الكل يعرف خصال فقيد وعطاؤه في أكثر من 30 سنة من التمرين في الصحافة. هو كل حال يبقى للأبد الجزائريين هذاك الصوت تاع خيخون. جينا اليوم باش نتقاسم ألام عائلة محمد صلاح والعائلة الرياضية، أحد شخصيات نموذجية، وبعد في هذا الشهر رمضان نتمنى له إن شاء الله الرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا إلى ختام هذه النشرة. نذكر فقط في الأخير من فاتتهم مواعيدنا الإخبارية أن عناويننا الإلكترونية في الخدمة. صحة صحوركم، أستودعكم الله.